السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ومعكم الخطاط محمد الحميلي، ومع درس جديد من دروس تحسين وتعليم الخط العربي خط النسخ. هنكتب مع بعض جزء من آية كريمة من سورة ياسين: فاليوم لا تظلم نفس شيئا، تكملة الآية: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. هنكتب الشطر الأول من هذه الآية: فاليوم لا تظلم نفس شيئا، وهنشوف تقنين وميزان هذه الكتابة. وزي ما تعودنا من حضراتكم الضغط على زر إعجاب وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. يلا بنا نبدأ على بركة الله.
زي ما شايفين مع حضراتكم بعد ما كتبنا الآية الكريمة نشوف تقنين وميزان هذه الآية. حرف الفاء يا جماعة الجزئية دي بتكون معنا هنا في مقدار نقطتين نزول، رأس الفاء نفسها بتكون الجزء ده مقدار نقطة ونصف، تمام، وبيكون جزء بتاعها مطموس، وهنا بيكون في أقل من يعني نصف نقطة، وأسفل حرف هنا بيكون أيضا في فراغ، والجزئية دي بتكتب بسمك أقل من السمك الأساسي للقلم. صعدنا بالألف وبعد كده هنا عملنا اللام، سيبنا مسافة يعني مقدار من نقطتين تقريبا، وعملنا حرف اللام. حرف اللام طبعا في البداية بيكون ليه حلية من أعلى، وزي ما احنا عارفين يا جماعة أن الخطوط الرأسية بتكون أقل في السمك من الخطوط الأفقية، تمام. بعد كده هنا في مقدار نقطة يعني مسافة، وعملنا فيه صعود ثم نزول، وعملنا حرف الياء. هنا المسافة دي بتكون يا جماعة تقريبا يعني بتكون هنا في نقطة، تمام، وبعد كده عملنا حرف ايه، حرف الواو. حرف الواو ايضا الرأس بتاعته بتكون مقدار نقطة ونصف زي حرف ايه، حرف رأس حرف الفاء. نزول الجسم الواو يا جماعة، نزول الجسم الواو بيكون بهذا الشكل، الجزئية دي بتكون مقدار نقطتين وفي ميل مقدار ايه نقطة، وهنا الجزء ده بيكون مقدار نقطتين، والجزء الأخير ده بيكون يا إما في صعود لأعلى أو بيكون أفقي وليس به ارتفاع. حرف الميم عملنا هنا شكل من أشكال الميم، الميم الخنجرية، الجزء ده بيكون مقدار نقطتين، تمام، وهنا الشكل ده فيه مثلث، ولو عملنا كده يعني خط هنا الجزء ده هنلاقي هنا الجزء ده مقداره إيه، مقدار نقطتين، وأيضا هذا الجزء اللي هو شبيه بالشكل الخنجري بيكون مقداره إيه، نقطتين، ورأس الميم نفسها بتكون هنا المقدار ده نقطة ونصف. فاليوم لا، لا حرف اللام ألف احنا قلنا ليه شكلين، وده شكل من أشكال اللام ألف، حلية وانزل، تمام، وهنا بنزل بميل، وبعد كده باخذ من هنا أعمل الحلية الأخرى وأعمل ألف مائلة، وعند ما أوصل لهذا الجزء بعد الإيد وانزل لتحت وأعمل القاعدة بتاعتي. القاعدة بتاعتي هنا بيكون مقدارها نقطتين، وبيكون في فراغ بسيط يعني شكل مثلث، وايضا بيكون فيها نزول انحدار لاسفل قليلا. لو عملنا كده خط هنلاقي هنا كده في ايه فراغ مقدار ايه، مقدار نقطه، وهنا الجزئيه دي بتكون في مقدار نقطتين، والفراغ ده بيكون المسافه بتاعته بتكون مسافه ايه، ثلاث نقاط. تظلم عملنا حرف سنه التاء، هنا الجزء ده مقدار نقطه وفي نزول هنا اسفل حرف في نقطه، بعد كده سيبنا مسافة نقطة وعملنا حرف ايه، حرف الظاء. حرف الظاء لو عملنا خط من اول الالف لنهاية الظاء بيكون ثلاث نقاط تقريبا. الفراغ الداخلي بيكون فراغ صغير اقل من فراغ حرف ايه، حرف الضاد. طبعا سيبنا هنا مسافة نقطتين وعملنا حرف ايه، حرف اللام، وعملنا شكل من اشكال الميم المنتهية يعني في صعود ثم نزول، وعملنا الميم هنا الجزول ده، الجزء ده بيكون نقطتين، وهنا في مقدار ايه نقطة، وطبعا نزول الألف ده بيكون تقريبا أربع نقاط. نفس حرف النون أيضا بيكون الجزء ده مقدار نقطة، وأسيب مقدار نقطة، وبعد كده بعمل حرف الفاء الوسطي. ألاحظ حرف الفاء هنا في ايه، رأس الفاء فيها ميل اتجاه ناحية اليمين، والجزئية دي بيكون ايه مقدارها نقطتين، والفراغ الداخلي بتاعها لو لاحظنا بيكون شبه النقطة يعني شبيه بالنقطة. عملنا حرف السين في النهاية، السنة الأولى الجزء ده بيكون مسافة نقطة، وبعد كده بسيب مسافة نقطتين لأن حرف السين بيكون المنتهي، الفراغ بين السنة الثانية والثالثة بيكون أوسع. كاسة السين هي كاسة النون، الجزء ده بيكون فيه مقدار نقطة، وأسفل حرف هنا بيكون فيه نقطة، وفي الداخل هنا بيكون إيه ثلاث نقاط، والجزئية دي بتكون مرتفعة مقدار نقطتين. شيئا أسنان السين أيضا هنا في نقطة، والجزء المسافة دي بيكون هنا في نقطة، هنا بقى المسافة بتكون نقطة ونصف. ليه؟ لأن حرف السين أتى في البداية، الجزئية دي بيكون إيه أقل من إيه، من السين المنتهية أو السين المفردة. وأيضا إذا أتت السين أو الشين في وسط الكلام أيضا بتكون المسافة هنا، هنا نقطة وهنا نقطة ونص. عملنا هنا كشيدة، الكشيدة بتاعتنا مقدارها أربع نقاط، تمام، وبعد كده صعدنا وعملنا سنة الياء، هنا المسافة بيكون هنا في مقدار نقطة، وعملنا حرف ايه، حرف الألف. كده احنا شرحنا معاكم الآية الكريمة شرح مفصل وميزان الآية. لو في أي استفسار يا جماعة اكتبوا لنا في التعليقات عليه، وإن شاء الله بنرد على جميع التعليقات.
لا تنسوا في نهاية الدرس الضغط على زر الإعجاب وكذلك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وألقاكم على خير مع درس جديد من دروس تحسين وتعليم الخط العربي. كان معكم الخطاط محمد الحميلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للمشاهدة. عزيزي المشاهد، اشترك في القناة وفعل زر الجرس حتى تتمكن من مشاهدة المزيد من الدروس التعليمية، مع خالص تحياتي محمد الحميلي.